ندرس لا كونتابيليتي ناسيونال، ندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. والسبب علاش ندير لكم هاد ليكزارسيس، حيت بزاف ديال الطلبه او بزاف ديال ليزيتيديون داخو في داك الناقص والزائد، يعني كيقولوا لي علاش البروفا كدير ديك ناقص في ناقص اللي هي بلوس، سورتو في لا سيكونس دي كونت، يعني ملي كتجي تحسب لي زاغريغا او كتجي تحسب لي سولد اللي هو لا فالور اجوتي بروت اي انسي دو سويت، كيقول لك علاش كدير ديك ناقص في ناقص اللي هي زائد. وراني ديجا كنت شرحتها في واحد البوست ولكن مازال دايخين فيها، فهذاك علاش قررت ندير لكم واحد ليكزارسيس باش نوضح لكم هذه المساله باش ما تبقاوش دايخين فيها، حيت انا متاكد هذا العام ان شاء الله غيتعطى لا سيكونس دي كونت، حيت كل عام كيتعطى في ليكزام لا سيكونس دي كونت، يعني حسب دوك لي سولد او لي زاغريغا، سوا كيتعطى في لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري، وبعض المرات كاين الاعوام اللي ما كتعطيش هذا لو طابلو دي كونت في ليكزام، ففعوتو كتعطي لا سيكونس دي كونت او كتعطي الكالكولاسيون ديال لي زاغريغا اي لي راسيو. فنحاول نعطيكم اكزرسيس على هاد لا سيكونس باش نزيد نوضح لكم المساله ديال الموا والبلوس باش ما تبقاوش تدخلوا في دوك الاشارات. الاكزرسيس كيقول اذا قال لك سوا لي زيليمون سويفون، اذا عطيتك دي زوبيراسيون، عطيتكم لا برودكسيون هي 200، عطيتكم امبو سور لي برودوي هي 10، سيفونسيون سور لي برودوي عطيتكم ناقص 5، هاي عطاتك في لي دوني ناقص 5. هنا فين دختو نتوما، يعني في هاد الناقص والزائد دختو فيها، دونك كنحاول نوضح لكم باش ما عمركم تدخو فيها. الكونسوماسيون انترميديير عطيتكم 40، عطيتكم الريمونيراسيون دي سالاري مي فيرسي يعني كتكون في الامبلوا هي 10، عطيتكم لي زامبو سور لي برودكسيون اي لي زامبورتاسيون فيرسي يعني في الامبلوا هي 7، وعطيتكم سيفونسيون سور البرودكسيون اي امبورتاسيون، ودرت لكم بين قوسين امبلوا يعني خاصها تكون في الامبلوا اللي هي ناقص 3. شنو كتعني داك ناقص؟ وانا قلت لكم في الفيديو ديك الناقص كتعني ان سيفونسيون خاصها تنقص ما خاصهاش تزاد، هذا هو المعنى ديال داك لو سين نيجاتيف، هذا هو المعنى. اما اذا كانت ناقص وفتح القوس فبطبيعه الحال ناقص الى دخل على القوس راه كيولي ناقص مع ناقص زائد. هنا فين داخلوا لي زيتيديون، يعني الماط حنا كنعرفوا في الماط بان ملي كيكون القوس يعني كدير ناقص وتفتح القوس ف هذاك الناقص كتدخل على داك القوس، فاذا كان ما بقى بالقوس ناقص يعني الناقص دخل على القوس الناقص مع الناقص كيولي زائد. في هذه الحاله فين كيولي زائد؟ اما في لي دوني ملي كتعطيك هي واحد لوبيراسيون بلو سي نيجاتيف فكتعني لك بان داك لوبيراسيون خاصها تنقص، وهذا الشيء انا اللي عنيت لكم في ليكزارسيس، كاين اللي فهم المعنى وكاين اللي ضاخ وما فهمش، دونك انا غنوضحها لكم. كذلك عطيتكم لي زانتيغي روسي يعني الغوفوني دو لا بروبريتي مي روسي كتكون في الغوسورس هي 9، عطيتكم لي زانتيغي فيرسي يعني في الامبلوا هي 4، عطيتكم اوتر ترونسفير كورون اكوردي قلت لك حتى هي هي امبلوا، ويلا عطاك اوبتوني كتعني غوسورس حتى هذه تقدر تعطيها. ترونسفير سوسيو او ناتور روسي يعني في الغوسورس عطاتك جوج، اوتر ترونسفير كورون عطاتك 12، كاين ترونسفير سوسيو او ناتور مي فيرسي اللي في الامبلوا عطاتك 1. انا بالعاني عطيتكم دي شيفخ صغيورين باش يجيكم الحساب ساهل وتفهموه مزيان. ترانسفير اون كابيتال روسي يعني اللي في الغوسونس عطيتكم 4، ترانسفير اون كابيتال فيرسي عطيتكم 2، فورماسيون بريك دي كابيتال فيكس عطيتكم 5، اكيسيزيون موان سيسيون داكتيف نون فينونسيي نون برودوي عطيتكم هي ناقص 2، يعني هاد لاكيسيزيون لو سين ديالها نيجاتيف يعني خاصها تنقص، يعني خاصها تنقص في لو كونت، ففي اتونسيون. عطيتكم اور مونيتير اي دي تي اس مي فيرسي يعني في الامبلوا هي 100، نيميرير اي ديبو مي روسي في الغوسورس 20، عطيتكم نيميرير اي ديبو فيرسي يعني امبلوا هي 40، عطيتكم ريزيرف تكنيك داسيورونس اكوردي يعني في الامبلوا هي 30، دونك ترافاي افير قلت لكم بريزونتي لا سيكونس دي كونت، عطيني لي كونت اللي كاينين 8. هذا بالعاني بغيت انا نعطيكم عليه بزاف حيت انا متاكد 90% غيتعطى في ليكزام، ضروري في ليكزام تعطيكم حسبوا لي لي زاغريغا اي لي راسيو يعني حسبوا لي لا فالور اجوتي بغيت حسبوا لي سولد روفوني بريمير بغيت، هادوك ضروري كيتعطاو في ليكزام. فعلى باقة الى نبداو بلي كونت، اذا بحال اللي هنا كنستف لي دوني وصافي، هاد لي زوبيراسيون اللي عطاتني في هاد ليكزارسيس كنجيو كنستفهم في لي كونت. فالكونت الاول عندي هو الكونت دو برودكسيون، الكونت دو برودكسيون ديما كندير جوج الخانات، كندير امبلوا كندير مونطون وكندير غوسورس وكندير مونطون.
اذا شنو عندي هنا لي كود؟ بطبيعه الحال ضروري قلت لكم في ليكزام خاصكم ديروا لي كود. اذا هنا كنديروا بي بوان ا، يعني بي نقطه واحد هي البروديكسيون. اذا البروديكسيون في لي دوني اعطيتكم هو 200. حاولوا قبل ما تشوفوا الكوريجي حاولوا تكتبوا ليكزارسيس في واحد الورقه باش تبعوا معايا اون باراليل. اذا ثاني حاجه كنديروا في الكود دو برودكسيون هو الكود ديال دي بوان 21 موا، يعني ناقص او على دي بوان 31 اللي هي امبو موا سيفونسيون سور لي برودوي، ولا كتسمى امبوني دو سيفونسيون. اذا اش كتعني هاد امبو موا سيفونسيون سور لي برودوي او امبوني دو سيفونسيون سور لي برودوي؟ يعني خاصني نقبط لي زامبو سور لي برودوي كاملين ونقص منهم لي سيفونسيون سور لي برودوي. يعني السيفونسيون خاصها تنقص ما خاصهاش تزاد، وهذا الشيء اللي هي عنات لك في ليكزارسيس منين عطاتك السيفونسيون بيو سي نيجاتيف، يعني معنات لك بان السيفونسيون راه خاصو يتنقص من دوك لي زامبو، ماشي قالت لك يعني انا عندي العلاقه امبو ناقص سيفونسيون والسيفونسيون تعطى بلو موان، اذا خاصني نقبط ناقص ناقص خرا هي زائد. هنا الا درتي ناقص في ناقص هي زائد، هنا كتولي بحال اللي كتزيد السيفونسيون على لي زامبو. انا ما خاصنيش ندير هكا، خاصني نقص لي سيفونسيون على لي زامبو، وهذا الشيء انا اللي معنيت لكم في لي فيديو ديالي اللي بزاف داخل. فهنا سيفونسيون عطاتك نورمالمون في لي دوني ناقص 5 وعطاتك لي زامبو هي 10. اذا شنو كدير انت؟ انا خاصني امبو ني دو سيفونسيون، امبو ني يعني خاصني دوك لي زامبو خاصني نقص نون سيفونسيون، كيبقى لي واحد لو مونطو هو داك لو مونطو كيكون نت، يعني صافي خالي من الديون ما فيه حتى دات. سي سا دونك لي زامبو اللي هما 10 عطاتهم لي كنقص منهم سيفونسيون، سيفونسيون تعطى هو ما ناقص 5، يعني المعنى قالت لك سيفونسيون خاصو يتنقص من داك ال 10، يعني 10 نقص منها 5 كتعطيني 5، ما خاصنيش ندير 10 ناقص وفتح القوس ودير ناقص خرى اللي هي 10 زائد 5 اللي هي 15، نو في اتونسيون، يعني داك سيفونسيون اللي عطاتك هي ناقص 5 معناتها كبير بان سيفونسيون خاصهم يتنقصوا من لي زامبو، يعني كيف ما الاشاره تحطات كنحطها. حيت العلاقه ديال لو سولد اصلا يعني لو سولد فين كيكون؟ انا الهدف ديالي من هذا لو كونت هو نلقى لو سولد اللي هو ها هنا لا فالور اجوتي بروت سيغ يعني البي اي بي. اذا هذا لو سولد فين كاين؟ في الامبلوا، يعني باش نلقى هذا لو سولد كنقبض التوتال دي غوسورس، ها هو المجموع ديال لي غوسورس ونقص منه فتح القوس توتال دي زومبلوا، وداك الشيء اللي عطاني هو داك لا فالور اجوتي بروت او هو داك لو سولد او هو داك لاغريغا. كنتمنى تكونوا فهمتوني. اذا هنا ملي غادي نجي نجمع انا هاد لي توتال دي غوسورس، اذا كنقبط البرودكسيون اللي هي 200 كنزيد عليها ان بوني دو سيفونسيون، يعني بمعنى اخر كنزيد عليها لي زامبو سور لي برودوي وكنقص منها السيفونسيون سور لي برودوي، يعني كنزيد داك ال 10 وكنقص لي سيفونسيون اللي هي ناقص 5 اللي هي ناقص 5، يعني كنحطها يعني كندير طوطه دي غوسورس، يعني كنحط لي دوني كيف ما هما، يعني هادي غنقدر نفرقها ندير دي بوان 21 بوحدها ولتحت منها ندير دي بوان 31 ونقبط ندير امبو سور لي برودوي ولتحت ندير سيفونسيون سور لي برودوي. لي زامبو سور لي برودوي ندير 10 وتحت منها غنحط المونطو بالاشاره اللي عاطيني في ليكزام، يعني عطيني هي ناقص 5، اذا السيفونسيون تكون هي ناقص 5. يلا جمع توتال دي غوسورس غتعطيك 200 زائد 10 ناقص 5، يعني بالاشاره ديالها هذه التوتال دي غوسورس. هنا كنتمنى بانني نكون شرحت لكم هذه الطريقه ديال لو موا، هذا هو علاش كتعني لك بهذيك موا، يعني السيفونسيون خاصها تنقص. اذا 200 زائد 10 هي 210 ناقص 5 هي 205، اذا وكنقص منها طوطال دي زومبلوا اللي هي الكونسوماسيون انترميديير اللي كنحطها هنايا الكود ديالها بي بوان 2 اللي هي 40 اللي هي 40 تعطات في لي دوني هي 40. اذا 205 ناقص 40 كتعطيني 165، هذا هو لو سولد. مثلا لنفرض وكان عطاتك الكونسوماسيون انترميديير في لي دوني ناقص 40 عطاتها لك بلو سي نيجاتيف، اذا اش كندير؟ قلنا كنقبطو طوطال دي زومبلوا يعني طوطال دي غوسورس عفوا، يعني كنجمع الطوتال دي غوسورس اللي هو البرودكسيون 200 زائد لي زامبو سور لي برودوي اللي هي 10 ناقص سيفونسيون اللي هي ناقص 5 عطاتها لك بالاشاره، يعني كتجمع انت لي مونطون، يعني 200 زائد 10 ناقص 5 سافو دير لو سي اللي عطاتك ديال سيفونسيون هو بلو موا، يعني خاصو يتنقص،
يعني ناقص 5 كتعطيك 205، كدير ناقص وكتفتح القوس وتجمع طوطال دي زومبلوا، وانا الطوطال دي زومبلوا عندي هو ناقص 40، يعني بالمعنى بحال اللي قالت لك خاصك تنقص الكونسوماسيون، يعني خاصك دير ناقص 40، وما تنساش ان ناقص عندي قبل القوس، اذا ناقص ندخلها على القوس، يعني ناقص مع الناقص كتولي زائد 40. في هذه الحاله فين كندير ديك الناقص في الناقص اللي كتولي زائد، منين كتكون ناقص افتح القوس، حيت العلاقه ديال لو سولد اللي عندي في الامبلوا كان قبل توتال دي غوسورس ونقصنا توتال دي زومبلوا، توتال دي غوسورس عطاني 205 ناقص توتال دي زومبلوا كنجمع توتال دي زومبلوا بنفس الاشاره ديالو. فمثلا انا عندي الكونسوماسيون ديال ناقص 40، يعني نحط ناقص 40، وانا ديجا راه توتال دي غوسورس ناقص، ما عنديش بلوس توتال دي غوسورس، ما كنجي نزيدش عليه توتال دي زومبلوا، كنقص منه توتال دي زومبلوا، يعني ناقص عندي، يعني ندخلها على ذاك الكونسوماسيون انترميديير اللي هو التوتال اللي هو ناقص 40، اذا ناقص مع الناقص في هذه الحاله كتولي زائد، ولكن هنا عطياني بلوسين بوزيتيف، يعني عناتني هنا ان الكونسوماسيون خاصها تزاد، يعني مزيوده، اذا كنقبل التوتال دي ريسورس اللي هو 200 زائد 10 ناقص 5 حيت لوسين ديال سيفونسيون نيجاتيف كيعطيني 205 ياك، وكنقص منه افتح القوس التوتال دي زومبلوا اللي عندي بلس 40، اذا موا بلس هي موا، يعني بحالي 205 ناقص 40 كتعطيني 165. جيسبر تكونوا فهمتوا هنايا. دابا الكونت الثاني كنديروا الكونت ديكسبلواتاسيون، عفاكم كتبوا ليكزارسيس حيت ما يمكنليش نبقى طالع هابط في لي دوني، يعني باش يكونوا لي دوني حداكم ديال دوك لي زوبيراسيون باش تعرفوني ملي كنجيب هاد لي شيفر. بون كندير لا ميم شوز هنايا، كنديروا امبلوا كندير مونطون كندير غوسورس كندير مونطون، اذا هاد لو سولد اللي كان في لومبلوا كان نهبطو لغوسورس كان فيرسي ولا غوسي، اي ولي غوسي، اذا ها هو اي ولي غوسي، يعني بي بوان على فالور اجوتي بروت نحطو هنا هو 165. من بعد كنجي لومبلوا كندير الكود ديال دي بوان ان اللي هي الغيميراسيون دي سالاري، اذا عطاها لي 10. دي بوان دو بعدا دي بوان راه فيها دي بوان واحد واحد ودي بوان واحد جوج، فيها لي سالير بروت، هنا ما عطانيش لي سالير بروت دونك كندير صفر، ودي بوان واحد جوج اللي فيها الكوتيزاسيون سوسيال على شارج دي زومبلوايور، حتى هي ما تعطاتش فيرسي، دونك زيرو. عندي دي بوان دو سور ولا ناقص دي بوان 3 اللي هي لي زامبو موا سيفونسون سور البرودكسيون اي امبورتاسيون، في لي دوني عاطيني الامبو سور البرودكسيون اي امبورتاسيون عليا 7، و سيفونسيون سور برودكسيون امبورتاسيون عطاني بلوسين نيجاتيف، يعني عطاني في لي دوني هي ناقص 3، المعنى هو داك السيفونسيون خاصو يتنقص، منين يتنقص بيان سور يتنقص من هاد لي زامبو سور لي برودوي سور برودكسيون اي امبورتاسيون باش يعطي واحد الامبوني دو سيفونسيون سور برودكسيون اي امبورتاسيون، يعني داك الامبو خاصو يكون ني دو سيفونسيون سور برودكسيون اي امبورتاسيون، هو كنقبل الامبو اللي عطاه لي 7 وناقص سيفونسيون اللي عطاه لي ناقص 3 اللي ناقص، يعني بالمعنى كتنقص، يعني هنا ما خاصنيش ندير ناقص في ناقص اللي زائد، هذا هو اللي عنيت لكم في لي فيديو، اذا هنا المعنى ديال ناقص معناتك بها ان راه سيفونسيون خاصو يتنقص من لي زامبو، يعني كيف ما تحط لو سين في ليكزام كتحطو هكاك كيف ما تحط، اذا 7 ناقص 3 كتعطيك 4، ها هو عطاني ان بوني دو سيفونسيون سور برودكسيون اي امبورتاسيون، وكيعطيني واحد لو سولد بي بوان 2 بي سور بي بوان 3 بي ديال اكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون او روفوني ميكست بروت، كي كندير تنقبل التوتال دي ريسورس اللي هو 165 كنقص منه افتح القوس، من الاحسن اللي كتفتح القوس كيبان لك يعني ناقص افتح القوس حيت ناقص كيدخل على اقواس، افتح القوس وكتجمع هاد لي مونطون 10 زائد 4 هي 14، اذا وكتقبض هذيك 165 وكتنقص منها 14 كتعطيك 151، هذا هو لو سولد، هو 151 اللي هو توتال دي ريسورس موا توتال دي زومبلوا. دابا الكونت الثالث هو الكونت دافيكتاسيون دي ريفوني بريمير، اذا عندي امبلوا مونطو ريسورس مونطو هادشي راه ديجا درناه، هنا بغيت نعاودو غير باش ما تبقاو داخلين في ما تبقاوش داخلين في دوك لي سين، انا هادشي ديال لي سين غني شرحته بزاف، ولكن كاين اللي ما فهمش القصد ديالي على حسب كل واحد وكيفهم المعلومه، فهذاك علاش بغيت نزيد نوضح لكم، اذا باش في ليكزام ما طيحوش في هذا المشكل، يعني في اي حاجه ما طيحوش في هذا المشكل صافي. اذا هنايا عاوتاني داك اللي كان في الامبلوا فيرساي ولي غوسي، يعني هاد لو سون ديال بي بوان 2 بي سور بي بوان 3 بي اللي هو الغوفوني ميكس بروت ليكسيدون بروت كنهبطو هو 151 كنهبطو اللي كان في الكونت اللي قبل كنهبطو هنايا،
اذا دي بوان 1 ريميراسيون دي سالاري روسي ما عنديش يعني صفر دي بوان 1 1 دي بوان 1 2 ديال سالير بغيتو كوتيزاسيون سوسيال على شان دي زومبلويور ما عنديش في لي دوني يعني صفر دي بوان 2 سور دي بوان 3 يعني دي بوان 2 موا دي بوان 3 ليا امبو موا سيفونسون سور برودكسيون اي امبورطاسيون بمعنى اخر ليا لي زامبوني دي سيفونسون سور برودكسيون اي امبورطاسيون يعني روسي لي في الريسورس ما عنديش يعني صفر Ou des points 4, il y a les intérêts, il y a le revenu de la propriété reçu à Tahani Fnidoni Yet Soud. Ou on dit, ou à le code, il y a des points 4A, il y a l'ajustement SIFIN, ça y est, on dit, je les donne, donc on a ça à Ou l'emploi, on dit, des points 4, il y a les intérêts, mais versés. Les intérêts versés à Homli, les humains revenus de la propriété, les dividendes qui sont dans le revenu de la propriété, mais chérie, les intérêts. تالي ديفيدوند دونك لي زانتيغي فيرسي عطاهم لك اربعه دونك كنحطهم وكنجي باش نلقى لو سولد بي بوان 5 اللي هو سولد دو روفيني بريمير بروت كنقبض توتال دي ريسورس اللي هو هاد 151 زائد صفر زائد صفر زائد 9 زائد صفر كيعطيك واحد لو مونطون داك لو مونطون كتنقص منه يعني توتال دي زونبلوا ناقص وفتح القوس توتال دي زونبلوا عندي اون سول شيفر اللي هو 4 يعني موا فتح القوس بلس 4 وكان كان هنا موا يعني ناقص فتح القوس ناقص 4 ناقص مع الناقص هنا فين كتولي زائد ملي كدير حيت ناقص عندي قبل القوس يعني كندير ناقص وكنفتح القوس يعني كنطبق داك الشيء بالمات فقط هنا عندي بلس يعني لو سين بوزيتيف اذا فكان دي توتال دي ريسورس موان توتال دي زونبلوا كيعطيك هنا لو سولد 156 اذا هاد لو سولد وانا نبطو في الكونت الماجي يولي روسي compte de distribution secondaire du revenu et dans quand j'ai une ayant un peu de p.5 sont de revenus primaires brut il y a 150 quand j'ai une des d.5 il y a impôt courant sur le revenu virgule patrimoine etc ma tahalish reçu yani zéro ma tahalish les données un des d.6 1 il y a cotisation sociale reçu mais un dish yani 5 D.C2, prestations sociales, autre que transferts sociaux en nature, reçus, mais on dit que les données, yani CFA. Ou on dit D.7, il y a autre transfert courant, mais on dit que reçus, yani CFA. Ou quand j'ai l'emploi, ou quand j'ai l'emploi, on dit que je suis en CFA. D.5, on dit impôt courant sur le revenu, patrimoine, etc., mais versé, mais on dit CFA, mais on dit que les données. Ou on dit D.C1, cotisation sociale, mais on dit que les données versées, CFA. On dit D.C2, prestations sociales, autre que transferts sociaux en nature, mais on dit versé, yani CFA. Ma atteint les chiffres données. Ou D.7, on dit autre transfert courant, atteint les versés. Yani ma atteint les chiffres reçus, mais atteint les versés, y'a tnash. Et donc, quand j'ai tnash, ou quand j'ai un le saut de B.6, le revenu disponible. Yani quand j'ai un total des ressources, quand j'ai un montant, 156, zaid CFA. زائد صفر زائد صفر زائد صفر يعني ليا 156 كنقص منها فتح القوس وكنجمع طوطا دي زومبلوا ليا صفر زائد صفر زائد صفر زائد 12 يعني كنقبض 156 ونقص منها 12 هذاك هو المجموع كتعطيني 144 اذا هي الغوفوني ديسبونيبل من بعد هذاك كنهبطو فكيولي روسو بالنسبه للكونت الخامس اللي هو كونت دو ريديستريبيسيون دو ريفوني اون ناتور هذا اش كندير له كنقبض داك بي بوان 6 ريفوني ديسبونيبل 144 كنهبطها روسو في الغوسوس وكنزيد واحد دي بوان 6 3 بحال الكماله اللي هي ترانسفير سوسيو اون ناتور دونك ترانسفير سوسيو اون ناتور روسو عطاه لك هو 4 Ou G1 Gina, ou à dire que D.C3, il y a transfert social en nature, mais il y a l'emploi, il y a versé, à ta halek, il y a les données, il y a wahed. Et donc, quand j'ai dit le revenu disponible, ajusté, ou il y a qu'un semé, corrigé. Et donc, on a l'ajusté qui est dit là, quand on dit le total des ressources, c'est-à-dire l'alaka, et d'aïman les sortes qui sont dans l'emploi. هذاك علاش كنقبض طوطال دي ريسورس ناقص طوطال دي زومبلوا وكان لو سولد كان عندي في الريسورس ندير لانفيرس يعني طوطال دي زومبلوا هو اللي غنقص منو طوطال دي ريسورس والباقي هو لو سولد دونك هنا عندي في الامبلوا غنقبض طوطال دي ريسورس اللي هو 144 زائد 4 كتعطيني واحد لو مونطون اللي هي 147 عفوا 148 اذا قلنا وديك 148 ناقص تحت القوس اذا قلنا واحد يعني عندي واحد يا ناقص واحد اللي تعطيني 147 سيت سا هادي كنهبطها في لو كونت السادس اللي كنسميه كونت ديوتيليزاسيون دو ريفوني ديسپونيبل اذا هنا هبطو بي بوان 6 ريفوني ديسپونيبل 144 وهنا في اتونسيون هنا ما كنهبطوش الاجيستي يعني هاد
الريفوني ديسپونيبل اجيستي اللي هو 147 لو كود ديالو بي.7 بي ما كنهبطوش في الكونت الماجي نو كنهبط لو سولد برينسيبال اللي هو هذا هذا راه غير هذا الكونت راه ديال الريديستريبيسيون غير ديال الاعاده يعني كنزيد عليه اضافات انا كيهمني لو سولد اللي هو برينسيبال اللي هو هذا اللي هو هذا الريفوني ديسپونيبل اذا هذا الريفوني ديسپونيبل هو اللي كنجيو كنديروا في الكونت هذا الكونت السادس اللي هو كيتسمى كونت ديتيليزاسيون دي ريفوني ديسپونيبل ها هو الكونت ديتيليزاسيون ديال الريفوني ديسپونيبل ماشي الاجيستي هذاك علاش هنا كندير بي.6 ماشي بي.7 بي كندير بي.6 اللي هو الريفوني ديسپونيبل اللي لقيتو 144 في الكونت دو ديستريبيسيون سيكوندير دو ريفوني ملي كنديرو هنايا كنجي الامبلوا وكندير بي.3 اللي هي ديبونس لا كونسوماسيون فينال اللي هي الكونسوماسيون فينال تقدر تكون فيها حتى الكونسوماسيون فينال افكتيف اذا ديبونس لا كونسوماسيون فينال ما عنديش صفر اذا قلنا ف 144 ناقص افتح القوس طوطا دي زونطوا لي وصفه هو 144 اذا الريفوني ديسپونيبل هو لي بارن بروت كاين ليغاليتي انتر لي دو هنايا ما بين لي دو سولد ديال ليكسيدون او الريفوني ديسپونيبل الكونت السابع هو كونت كابيتال اذا كنجي هنا كندير الفارياسيون دي زاكتيف اي دو لا فالور نيت او كندير مونطون كندير هنا الفارياسيون دي باسيف يعني التغييرات ديال لي زاكتيف والتغييرات ديال لي باسيف بلي مونطون ديالهم اذا كنقبض داك لو سون ديال بي.8 بي لو سون ديال لي بارن بريت كنهبطو اللي هو 144 كنجي ندير هنا دي.9 كنسميه ترانسفيرني اون كابيتال شنو هي العلاقه ديال ترانسفيرني اون كابيتال بين قوسين كنقبض ترانسفير اون كابيتال غوسي وكنقص منه transfert en capital versé. Fa transfert en capital reçu tal quoi? Plus 4, يعني خاصو يتزاد ولكن transfert en capital versé راه قال لي اصلا versé يعني خرج يعني خاصو يتنقص وهو عطاه لك اصلا لو سي نيجاتيف يعني معناتها الكبير انه خاصو يتنقص من داك transfert en capital reçu يعني داك 4 نقصو من هذاك 2 ماكش شي كندير ناقص ونفتح القوس ونزيد ندير ناقص خويا بلس نو في اتونسيون لا كتقبض 4 داك لو سين كيف ما هو كتحطو يعني ناقص 2 يعني خاصك تنقصها يعني كدير 4 تنقص من هذاك 2 كتعطيك 2 ها هي كتعطيك 2 اذا قلنا ومن بعد كتعطيك واحد لا فارياسيون بي.10.1 اللي كنسميها فارياسيون د لا فالور نيت دو ا لي بارن بروت اي او ترانسفير اون كابيتال يعني كنجمع هادو يعني 144 دي بارن بروت زائد ترانسفيرني اون كابيتال اللي هو 2 اللي هي 146 ها هي ها التوتال دي ريسورس كنقص منو التوتال دي زومبلوا باش كيعطيني واحد لو سولد في الكونت كابيتال اذا شنو كيكون عندي في الامبلوا عندي الكود ديال بي.5 اللي هو الفورماسيون بريك دو كابيتال اللي فيه بي.5 واحد فورماسيون بريك دو كابيتال فيكس عطاه لك هو 5 يعني خاصو يتزاد بلوس عطاه لك بلو سين بوزيتيف جا الكاب.1 عندي الكونسوماسيون الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس هاد الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس لو سين ديالو اصلا خاصو يكون نيجاتيف يعني مثلا في ليكزامي اللي عطاتو لك بلو سين بوزيتيف خاصك انت تنقصو اوبليجي خاصو يكون لو سين ديالو نيجاتيف يعني ملي نجي تجمع توتال دي زومبلوا هنا خاصك اوبليجي داك الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس تنقصو حيت لو سين ديالو نيجاتيف كيكون يعني الا عطاتك في لي دوني نيجاتيف فهنا راه معناتها انه خاصو يتنقص ما عطاتهالكش نيجاتيف راه خاصها تكون نيجاتيف هذا هو المعنى حيت الا لاحظتوا في الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس بين قوسين كتلقى بان موا شنو كتعني موا يعني لو سين ديالو كيكون نيجاتيف خاصو يتنقص يعني ملي كدير توتال دي زومبلوا يعني خاصو يتنقص هاد هاد المونطون من هاد الفورماسيون دو كابيتال في اتونسيون في هاد لو تروك كذلك من بعد هذا ما عطاهلكش دونك صفر البي.52 لا فارياسيون دي ستوك ما عطاتهالكش في لي دوني بي.53 كاينه اكيسيزيون موان سيسيون دوبجي دو فالور حتى هي ما عطاتهالكش في لي دوني وعندنا ك.2 يعني غران ك.2 لو كود هي اكيسيزيون موان سيسيون داكتيف نون فينونسي لو برودوي هادي عطاتك لو سين ديالها نيجاتيف المعنى ديالها خاصها تنقص يعني خاصك تحطها بلو سين ديالها موا 2 يعني كتحط بلو سين كيف ما عطاتها لك في لي دوني يعني بما ان عطاتها لك هي في لي دوني ناقص 2 بالمعنى عندك بان خاصها تنقص وهذا الشيء انا اللي كنت كنقول في الفيديو
دونك وكتعطيك بي بوان 9، يعني خاصك تلقى واحد لو سولد ديال لا كاباسيتي بوزوا دو فينونسمون، يعني سوا تلقى كاباسيتي الا كان بلوس، يعني لا لو سولد عطاني بلو بلوس غادي تكون عندي واحد لا كاباسيتي، الا لو سولد عطاني بلو موا تكون واحد البوزوا دو فينونسمون. اذا باش كنلقاوه لو سولد عندي في الامبلوا، اذا كنقبض توتال دي ريسورس، ها هو ديجا لقيته هو 146، حيت الا قبضت هاد 144 زائد ترونسفير نون كابيتال اللي هو جوج عطاني 146، هاد لا فارياسيون هو توتال دي ريسورس، كنقص منه التوتال دي زومبلوا ناقص فتح القوس، يعني غناقص ما بقى بالقوس، يعني لا دخلت الناقص على القوس، الناقص مع الناقص كتولي بلوس، في اتونسيون، اذا ناقص فتح القوس وجمع التوتال دي زومبلوا اللي هو 5 زائد 0 زائد 0 زائد 0 ناقص جوج، ها شنو عنيت لكم؟ يعني ملي كدير توتال دي زومبلوا، يعني هاد لو مونتون دو لاكيسيزيون خاصو يتنقص، يعني ناقص جوج، إذا 5 ناقص جوج كتولي 3، إذا إلا قبضت 146 ونقصت منها 3، غتعطيني يعني توتال دي غوسوس 146 ونقصت منها توتال دي زومبلوا اللي هي عطاتني 3، كتعطيني فلو سولد 143. دابا ندير الطريقة الثانية هي اللي باش غادي تزاد توضح لكم. كدير توتال دي ريسورس قلنا هي 146 ناقص فتح القوس، اذا يعني الناقص ندخلو على لي مونطون اللي كاينين في الامبلوا، يعني ناقص فتح القوس راه عندي المجموع ديال لي زومبلوا، يلا كندير 146 ناقص بلوس 5 يعني هي ناقص 5 ناقص زائد صفر اللي هي ناقص صفر ناقص زائد صفر اللي هي ناقص صفر ناقص زائد صفر اللي هي ناقص صفر ناقص ناقص جوج اللي هي زائد جوج. ها فين ندخل زائد؟ حيت انا شنو طبقت؟ انا نقول لكم العلاقه شنو هي، يعني هي توتال ديال الامبلوا ديال الغوسورس كنقص منه توتال ديال الامبلوا، يعني توتال دي غوسورس لقيناه 146 ناقص فتح القوس. شنو قلنا توتال دي زومبلوا؟ توتال دي زومبلوا عندي شنو؟ عندي انا الفورماسيون دو كابيتال فيكس هي 5، عندي الكونسوماسيون دو كابيتال عندي 0، وانا اصلا قلت الكونسوماسيون خاص يكون لو سين ديالو نيجاتيف، يعني نورمالمون يعني واخا يكون بلو 0 خاص ينقص داك الصفر، يعني ناقص صفر. عندي لا فارياسيون دي ستوك يعني زائد صفر، حيت توتال دي زومبلوا خاص ينجمع، ولكن انا لاك الكونسوماسيون كابيتال فيك لو سين ديالها نيجاتيف، وانا قلت كيف ما لوبيراسيون لو سين ديالها خاصني نحطو بداك لو سين، يعني انا الكونسوماسيون دي كابيتال فيكس لو سين ديالها ديما نيجاتيف، يعني خاصها نحط لها نيجاتيف باش نمعني لها ان داك الكونسوماسيون دي كابيتال فيكس راه كيتنقص ماشي كيتزاد، ولكن لا فارياسيون دي ستوك يعني كتزاد، حيت توتال دي زومبلوا كندير المجموع ديال لي زومبلوا. اذا الى فاريسون دي ستوك عندي لا كيسيزون موان سيسون دوبجي دو فالور حتى هي ما عطيهالكش، يعني بلوس زيرو. عندي لا كيسيزون موان سيسون داكتيف نو فينونسي نو برودوي اللي هي زائد، ولكن هو عطاني في لي دوني ناقص جوج، يعني انا زائد ولكن انا نقص جوج، سافو دير قال لك هاد لا كيسيزون خاصها تنقص، عطاك بلوسين نيجاتيف، يعني كنحطها بلوسين ديالها وكيعطيني واحد لا كاباسيتي. اذا هذه هي توتال دي ريسورس ناقص توتال دي زومبلوا. هنا دابا هذا الناقص كلمات ندخلها على القوس، يعني 146 ناقص مع الزائد 5 هي ناقص 5 ناقص مع الناقص 0 كتولي بلس، ها فين كندير الناقص مع الناقص كتولي زائد، في هذه الحاله حيت درت توتال دي ريسورس ناقص فتح القوس توتال دي زومبلوا. وما تنساش انا توتال دي زومبلوا كاين لي مونطون اللي غيكون لو سين ديالهم بوزيتيف، كاين لي مونطون اللي غيكون لو سين ديالهم نيجاتيف، فكنحط بلو سين ديالو، وهذا الشيء انا هو اللي كنت كنعني لكم في الفيديو، غير كاين اللي ما فهمش القصد ديالي، فانا بغيت يعني نوضح لكم في هذا الفيديو باش ما يبقاش عندكم اشكال. اذا ناقص مع ناقص كتولي بلوس زيرو، ناقص مع زائد زيرو كتولي ناقص زيرو، ناقص مع زائد زيرو ناقص زيرو، ناقص مع ناقص جوج كتولي زائد جوج، ولكن ملي غنكون كنهضر انا على التوتال دي زومبلوا راه اوبليجي خاصني انا هاد لاكيسيزون موان سيسون داكتيف نون فينونسيون برودوي نقصها ما نزيدهاش، سافو دير هي عطاتني سين ديالها نيجاتيف، يعني معناتها لي ان لاكيسيزون راه خاصها تنقص، خاصها تنقص خاصها تزاد، ولكن ملي ندخل الناقص على القوس راه تولي بلوس، هنا فين عاد تولي بلوس، وديك الساعة 146 إلا نقصت منها 5
ونقصت وزدت عليها جوج شحال تعطي 146 ناقص 3 اللي هي 143، يعني وانا لقيت لو سولد. يعني هذه الطريقه باش لقيت لو سولد، كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني شنو كنت كنمني لكم. يعني نقدر نكون غلط، يعني نغلط في لي شيفر، ولكن الطريقه راها كوريكت داكوغ. دونك هادشي اللي كاين كنلقى لو سولد. يعني نقدر مثلا ملي كنكون كندير يعني في لي فيديو اللي قبل، ماشي على هذا، يعني في لي فيديو اللي قبل نقدر نكون بعد ما نقدر ننسى سين، نغلط في بلوس ولا موا، ولكن الطريقه راها كوريكت تو سامبلومون. وانا ملي كنت كنحسب لكم يعني وكنعطيكم يعني لي زيكزارسيس، راه حتى كنفيريفي يعني دو فوا تخوا فوا عاد كندير ليكزارسيس، يعني حتى كندير لا فيريفيكاسيون ديالي عاد باش كنعطيكم ليكزارسيس. سي سا. اذا قلنا وكنلقى 143 هي لا كاباسيتي او البوزوا دو فينونسمون، فانا لقيت بلوس زائد 143، اذا هنا عندي كاباسيتي دو فينونسمون صافي. وبقى لي اخر كونت اللي هو الكونت فينونسيي. اذا الكونت فينونسيي توا كندير الفاريسيون دي زاكتيف، هنا كندير الفاريسيون دي باسيف اي دو لا فالور نيت. فين ما كانت لا فالور نيت كتكون لو سولد، يعني لو سولد هنا غيكون في الغوسورس، يعني غيكون هنا لو سولد غيكون هنا في الكونت فينونسيي. اذا كان جينا كندير اف بوان 1 اللي هو اور مونيتير اي دي تي اس فيرسي، عطاه لك هو 100. اف بوان 2 نيميرير اي دي بو عطاه لك 40 فيرسي. اف بوان 3 تيتر اوتر كاكسيون 0 ما عطاه لكش لي دوني. اف بوان 4 كريدي 0. اف بوان 5 عطاه لك اف بوان 5 اف بوان 4 بعدا كريدي قلنا عطاه لك 0 ياك. اف بوان 5 action et autres participations, il y a 5 ans, je vais les données. F.6, réserve technique d'assurance, je vais verser, il y a 30. Ou F.7, autres comptes à recevoir, je vais les données, il y a 5 ans. Ou quand j'ai, je vais utiliser les ressources qu'on a. F.2, numéro et dépôt, je vais utiliser les ressources qu'on a, il y a reçu. F.3, titre autre qu'action, 0, je vais utiliser les ressources. F.4, crédit, je vais utiliser les ressources, il y a 0, je vais utiliser les données. F.5 action et autres participations, matatach reçu 0. F.6 réserve technique d'assurance, matatach à 0. Ou F.7 action et autres participations, afouen. F.6 gona réserve technique d'assurance. F.7 il y a autre compte à payer. Autre compte à payer. Et dans autre compte à payer, il y a matatach ressources. يعني صفر، وكنلقى واحد بي بوان 9 اللي هو لا كاباسيتي ولا بوزوا دو فينونسمون. فهنايا كندير لانفيرس، حيت لو سولد عندي في الغوسورس، يعني كنقبض توتال دي زومبلوا ونقص منها، افتح القوس توتال دي غوسورس. اذا توتال دي زومبلوا كنقبض 100 ونزيد عليها 40 ونزيد عليها 30. 100 زائد 40 هي 140، زائد 30 هي 170، ناقص افتح القوس وكنقبض توتال دي غوسورس. توتال دي غوسورس هي 20، إذا كتعطيني 150، يعني نقص 20 تعطيني في لو سولد هي 150. حتى هنايا تكون عندي كاباسيتي دو فينونسمون، حيت لو سولد عطاني بالبوزيتيف. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبة لا سيكونس دي كونت. فقط أنا درت هذا ليكزارسيس باش ما تبقاوش تالفين في ديك الموا وفي ذاك البلوس. يعني أنا حاولت، يعني منين بديت لكم هذا الكونتابيت ناسيونال وانا كنخدم لكم شويه، يعني وما كندير ليكزارسيس سورتو لي زيكزارسيس ما كندير لهم، حتى كندير لا فيريفيكاسيون بليزور فوا عاد كندير. دونك فهادشي اللي كاين، انا فقط درت هذا الفيديو كتوضيح بالنسبه للناس اللي تلفوا في ديك موا مع موا هي بلوس فوقاش كدير فوقاش ما كداش. فهنا وضحت لكم فوقاش، يعني فوقاش كدير ديك موا مع موا هي بلوس، منين كدير طوطا دي غوسوس ناقص طوطا دي زونفوا، يعني ناقص يعني قل وفتح القوس، يعني بيان سور ناقص ندخلو على القوس، وإلا كان ناقص في قلب القوس ناقص مع ناقص راه كيولي زائد. في هذه الحالة فين كيولي بلوس، سينون ملي كيعطيك في لي دوني ديال ليكزارسيس ناقص راه كتعني لك بها راه خاص داك لو مونطون هي تنقص، وملي كتعطيك بلوس راه كيعني أنه خاصو يتزاد. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. هذا فقط درته كتوضيح. بطبيعة الحال إذا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، حيت بزاف منكم كيتفرجوا في الفيديو وما كيديروش جيم، ما عرفتش علاش ما كيديروش جيم، ما كيديروا كومونتير ما والو. حاولوا ديروا لي جيم ما تخسروا والو، باش تشجعوني باش نزيد نعطيكم أكثر. وشكرا على التتبع ديالكم.